السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عمر سليم. بكلمكم من قطر، أول يوم ليا في قطر. مش هكدب عليكم، المشاعر صعبة جدا بتاعة الغربة، إن الواحد يسيب بيته. الفكرة مش إن أنا سافرت بلد، هي بلد عربية فاعتبر البلد ليا، لأن ما بعترفش بالحدود بين الدول، لأنها كلها دول عربية، كلها دول إسلامية وكلهم إخوة. زي كأني سافرت محافظة في محافظة القاهرة بس بعيد عن أهلي، ومش قادر أقعد معاهم زي ما أنا اتعودت طول حياتي. ففعلا كانت المشاعر صعبة جدا من أول ما سبت أبويا في المطار، ومشاعر صعبة جدا. كان الواحد فعلا متردد جامد، بالذات لما يعني خلاص بس بتصل بيهم وأسلم عليهم عشان همشي. فعلا من أصعب المشاعر مشاعر الفراق، يعني زي ان احنا نفتكر انها فراق في الدنيا، مش فراق ان شاء الله، مش فراق دائم. ان شاء الله نتقابل على خير، وان شاء الله ربنا يخلينا نتقابل دايما في خير بإذن الله. الحمد لله سافرت على طيران مصر الطيران. السبب بسيط، ان انت بتحاول تدعم اقتصاد اي دولة عربية يكون فيها يعني مشاكل. يعني لو انا مسافر لدولة فيها مشاكل هختارها هي، انا احاول ادعم الشركات اللي فيها مشاكل، الدول اللي فيها مشاكل. ما تحاولش تصدق الاعلام ان في دولة بتحاول تضرب دولة عربية تانية. يعني انا الحمد لله لما جيت اسافر كنت مقدم في السعودية، ومقدم في الامارات، ومقدم في قطر. اي دولة فيهم كانت هتيجي ان شاء الله، ما عنديش مشكلة خالص. انا اي واحد، انا بحاول ادور على الدول العربيه اللي كويسه في الجرين بيلدينج، اللي هي المباني الخضراء، عشان استفاد خبره. فالحمد لله ربنا وفق لي موضوع قطر، واسال الله انه يعني ايه اوفق فيه باذن الله، ودعواتكم ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لي الخير كده ان شاء الله دايما بفضل دعواتكم، وربنا يتقبل منا منكم ان شاء الله. اللي خلاني اتكلم وانا راكب الطياره، قلت انا احاول قدر الامكان المسافه اللي انا افتحها في الطياره ديت، قدر الامكان اركز على شكل بلادنا العربيه. يعني انسى اي حاجه، انسى اللي كان في فيلم بيتعرض، هو شكل الفيلم كان فيه طيارات بتقع وطيارات بتخبط، فالحمد لله انا مشفتوش. بس كل شويه المح حاجه كده واروح بص للطريق. ويمكن هي بس قريت مقاله بسيطه كده لما لقيت حته كبيره او مستحره ملهاش نهايه، فقريت مقاله واحده عن مسجد ابن طولون، لان انا بحب الاثار العربيه والاسلاميه، الاشكال الزخرفيه الجميله دي. كنت مستغرب ومتحسر، ايه كميه الصحراء اللي موجوده عندنا دي؟ احنا ليه ما نبداش نخضر الحاجات دي؟ ايه يعني ربنا مدينا ثروات طائله جدا واحنا بنهملها بنرميها، مشغولين بالثورات على حساب الثروات الطبيعية اللي ربنا اداها لنا. طيب واحد يقول لي لا يا عم، ده احنا عشان نعمر الصحراء، الفكرة اللي انت بتقول عليها دي، وطبعا ناس كتير اتكلمت فيها، كلام مش منطقي. ليه؟ لان انا مثلا لما اجي اسكن في الصحراء محتاج كهرباء، محتاج مية، محتاج صرف صحي، محتاج شبكات محمول، محتاج يعني حاجات كتيرة جدا محتاجها. فانا اقول له لا، تعالى بس واحدة واحدة نسمي الله ونشوف ايه اللي نفسر الموضوع كده ببساطة. الموضوع ده أنا اتكلمت فيه كذا مرة في مدونة عاملها اسمها مهووس البيم، بتهتم بالجرين بيلدينج. هو هي مشهورة بين الناس إنها مهتمة ببرنامج الريفيت، لا إحنا مهتمين بأي حاجة خاصة بالجرين بيلدينج، ومهتمين بأي حاجة خاصة بالبيم. الريفيت بيمثل 10% من الموضوع، يعني 10% 10% برنامج وأدوات وزراير، و90% فكر. تمام. فانا لما اجي مثلا على قريه عايز ابدا انشئها في قلب الصحراء، طيب اول حاجه محتاجينها الماء. ليه؟ الدليل وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب واحد يقول لي طب الكهرباء، اقول له مش لازم كهرباء، ما احنا ممكن ننور ونشغل كل حاجه من غير كهرباء. ازاي؟ عندنا مصادر طبيعيه زي الشمس، سولار، طاقه طبيعيه رهيبه جدا جدا. يعني بره بيحاولوا يستخدموها في اوروبا مع ان ما عندهمش شمس، احنا عندنا بنشتكي من الشمس ودرجه الحراره بتوصل في بعض الاماكن اللي فوق 100 درجه، فليه احنا ما بنستغلش الحاجات ديت؟
يعني اقسم بالله غير حنس، احنا لو استغلناه صح هنصدر الطاقة الشمسية لأوروبا كلها وأمريكا، لو احنا استغلناها صح. طاقة رهيبة جدا، وعندنا طاقة الرياح، وعندنا طاقات كتير جدا، ومش هتعمل مشاكل. يعني ان انت بتستفاد من طاقة المياه دي حاجة كويسة جدا، بس ناس بتتكلم بيقولك الطمي والمشاكل دي كلها. خلاص يا عم احنا هنعمل طاقة شمسية وهنستوردها، لا ده احنا هنصنعها في مصر. طلبة هندسة هيصنعوها، طلعت على الحاجات بتاعتها سهلة جدا، والمكونات سهلة جدا وسهلة تتعمل. يعني أنا حتى كنت بفكر أعملها قبل ما أسافر. سهلة جدا إن أنت تعمل ألواح طاقة شمسية وتخليها تدي كهرباء للبيت. طبعا أهم حاجة بالنسبة لنا السخانات، لأن دي بتاخد، والتكييف، لأن دول بياخدوا طاقة رهيبة جدا. فأهم حاجة بالنسبة لنا السخانات والتكييف، وهتنور برضو البيت وهتعمل كل حاجة. يعني ممكن تخلي البيت كله بألواح شمسية بتكلفة بسيطة جدا لو انت عملتها في البيت. تقريبا هتكلفك في حدود 500 جنيه، بس بعد كده مش هتحتاج ندفع فواتير كهرباء، او مش هتحتاج حاجة خالص. انت خلاص دفعت 500 جنيه وراحت دماغك من اي حاجة تانية، تمام. فليه احنا ما نبدأش نعمل الكرة وخلاص، مشكلة الكهرباء اتحلت، مشكلة بس ان احنا نعمل مياه. مش لازم نمشي بمواسير زي ما القذافي عمل من اول مصر لاخر مصر، وعملها من اول ليبيا لاخر ليبيا، وعمل مواسير من غير ما يدهنها بماده تحميها من الصدى، فكلها باظت اترمت. كان مشروع اسمه النهر الاعظم. فلا احنا ممكن مثلا نشوف اماكن كثيره، في اماكن كثيره في الصحراء بتبقى فيها مياه جوفيه، فانت ممكن مجرد بس ان انت تحفر خلاص هتلاقي المياه ظهرت، وهتلاقي المطر سبحان الله. يعني ربنا لما بيلاقي حد بيعمل حاجة بيبعت له حاجات إلهية كده، فهتلاقي سبحان الله هتلاقي المطر بينزل في مكان دوت، لأن أنت بدأت وربنا مش هيخزي حد. في أماكن حاجات كتيرة جدا ممكن تجيب بيها المياه. الصرف الصحي، أنت مش لازم تقعد تعمل صرف صحي وتصرفه بعيد جدا، لا أنت ممكن تستغله تعمل له إعادة تدوير بحيث إن أنت تستخدمه كسماد للزرع. وفي اجهزه كده بحيث ان ما بيخرجش منه ريحه وما بيبقاش مؤذي، ويبقى حاجه مفيده جدا للزرع، ويبقى الزرع حاجه نظيفه، تمام. لدرجه ان انا شفتها صور في بعض الحمامات، ان بياخد الحاجه اوتوماتيك، بياخدها يرميها في زرع جنبيه من غير ما تتحس. يعني بتلاقي زرع جنبيه او بياخد الفضلات عزكم الله ويخلطها بالارض ويبدا الزرع يستفاد منه من غير ما انت تحس باي حاجه خالص. فاحنا لو قعدنا نبص كده هنلاقي ان احنا ممكن نعمل البيوت بتكلفة بسيطة جدا. ممكن نبني بيت كامل في حدود 10,000 جنيه، 12,000 جنيه. طبعا اللي اتكلم في الموضوع دوت استاذنا كلنا المهندس حسن فتحي، عمل البيوت بالطوب الني. في واحد يقول لي الطوب الني بيوع، لا انا شفت بيت بالطوب الني كان عامله المهندس حسن فتحي سنة 42. البيت ده انا شفته اكتر من 2000 مرة، لان هو جنب بيتي فكنت بعدي عليه على طول. البيت دوت كان بنيه أظن وزير الثقافة، كان اسمه الفنان سعيد، كان بنيه سنة 42. أنا شفته لحد سنة 2011 وكان ما فيهوش أي مشاكل خالص، وتهدل لمجرد إن هما يبنوا فوقيه عمارة، مجرد إن هما يبنوا فوق المكان ده عمارة بس لا أكتر ولا، لأن هو كان ممكن يقعد أكتر من كده بكتير، تمام. دي نقطة. اول ما جينا عند البحر الاحمر، لان كل المكان اللي هو على الساحل فاضي، معانا شايف الميه مختلطه بالارض، يعني مجرد ترمي ثمراتها تطلع على طول. مجرد ان انت تقول للشركات تعالي اعملي قرى سياحيه هنا هتيجي تجري. انا بلاقي قريه زي مثلا الغردقه وقبليها وبعديها فاضي فاضي بطريقه فظيعه جدا، مش شايف القريه اللي بعديها. فاحنا ممكن نستغلها كزراعة، كفنادق، مش محتاج ان انت تدي فلوس، محتاج ان انت تقول لشركة استثمري. وعلى الموضوع ده انا عملته انا ووالدي في المنطقة عندنا. ما كانش عندنا امكانية ان احنا نعمل اي حاجة خالص نهائي، مفيش اي فلوس. فاتفقنا مع ناس، تعالوا اعملوا المشروع اللي انتوا عايزينه في المكان دوت، هنديكوا الارض واعملوا مشروع، واكسبوا منه لمدة 5 6 سنين مستشفى، واكسب منه زي ما انت عايز. بس بعد 5 6 سنين المكان بالاجهزة بالحاجات اللي انت عملتها تبقى تبعنا، وهتبقى حاجة خيرية، يعني مش هنكسب منها شيء سوى انها تبقى ايه، صدقة جارية ان شاء الله. طيب واحد يقول لي طب ما انت محتاج عشان
تعمل دي محتاج ان انت تجيب ميه كويسه، لا الميه المالحه في بعض الزرع بيرموا عليها. وفرض اذا افترضنا جدلا ان كلامك صحيح وان شاء الله، يعني نسال الله ان نكون كل كلامنا في سبيل ان احنا نعمل حاجه كويسه لبلدنا، مش في سبيل ان احنا نقعد نتكلم وخلاص. طيب احنا ممكن نعمل محطات لتحليه المياه بس تكون بالطاقه الشمسيه، بحيث ان انا مش كل شويه اشتري بترول واشتري مازوت والمشاكل دي كلها، لا انا هاخد الموضوع دوت ان انا اعمل محطات تحليه المياه بالطاقه الشمسيه. المشروع ده اتعمل حسب ما قريت في قطر، ان شاء الله هحاول اروح المكان ده ازوره في الامارات، وربنا ان شاء الله برضو ييسر ان انا ازور المكان دوت واصوره، لمجرد بس ان انا انشر الفكره لا اكتر ولا اقل، ان باقي الدول العربيه تتابع الموضوع دوت. السعوديه الموضوع ده بدا فيها، فمجرد ان هو بدا فيها هتبدا الصحراء تحول لحاجه خضراء. ليه؟ هتبقى التكلفه بسيطه جدا في ان هو يقعد يبدا يحول الصحراء لحاجه خضراء. الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا، ففي حديث ليه: لا تقوم من الساعة حتى تعود أرض الجزيرة العربية مروجا خضراء، أو كما قال، أنا مش فاكر نص الحديث. طيب حتى تعود، معنى كده إنها كانت موجودة، والعلم أثبت إن من آلاف السنين كانت الجزيرة العربية دي كلها مروجا خضراء، ودي من الإعجاز العلمي للرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. احنا بلدنا كويسه جدا، فيها خامات كتير جدا. لما ببص على الخريطه للاماكن اللي ممكن تستفيد فيها الطاقه الشمسيه، الدول العربيه كلها تقدر تعمل حاجات بالطاقه الشمسيه. ومن الحاجات الكويسه جدا ان الموضوع فعلا بدا ينتشر، يعني مش بقول حاجه والناس كلها، لا ده فعلا بدا موجود في الاردن، موجود في قطر، موجود في السعوديه، موجود في مصر السنه اللي فاتت، رغم المشاكل اللي حصلت في محطه عمل. ما يهمنيش، مش هخش في تفاصيل اتعملت في عهد مين، انا ما يهمنيش، المهم انها اتعملت. يعني الافكار دي اللي يعملها الرئيس فلان، الحزب السياسي، الحزب، انا المهم انها تتعمل تخدم بلدنا، تخدم منطقتنا، ماليش دعوه بالافكار ديت. وريت كل واحد يحاول يخدم، ما يقولش لا ده انا معترض على كذا، لا حاول تخدم، ونيتك ان انا بعمل حاجه دي للبلد عشان ربنا يرضى عني، ونسال الله ان نكون نيتنا خالصه لله، وإن ربنا يتقبل، وإن ربنا يجزينا عنها خير. في حاجات كتير إن شاء الله هحاول أتكلم فيها، بس أستريح كده إن شاء الله، وإن شاء الله مفيش شيت فيديو. إيه الحاجات الواحد ممكن يعملها في السفر أو يستفاد منها في السفر؟ كنت المفروض أكتب الحاجات ديت، بس الواحد تعبان من السفر، فقلت نخليها شيت فيديو. دي تدونا فيديو، وأسألكم دعاء. أخوكم عمر سليم، أو أنا رقم في قطر دلوقتي 974-77-84-03-06، وده فودافون. إن شاء الله أنا موجود في الدوحة، وأتشرف بأي حد يعني يحب نقعد مع بعض كده نتناقش، نفكر في حاجة تخدم بلدنا. بلدنا مش مقصود بيها بلد الفلاني، لأ أي بلد عربية، أي بلد إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.